أنه لا يصدق أحد أنه توجد انتخابات حقيقية في هذه الفترة التي يدعون فيها إلى انتخابات. لا توجد انتخابات حقيقية في العراق. الانتخابات تم تزويرها وتجهيزها قبل إجرائها، وحتى الذين ينزلون بعنوان مستقلين هؤلاء الذي بيهم صادق النية، فهذا في الحقيقة راح يحتووه بطريقة أو بأخرى، أو يعوقون حركته أو يصفوه، واللي بيهم هو من مرتزقة ومن كذا، فذلك أيضا أمر معروف. فيا إخواني وأعزائي ويا أخواتي، لا تصدقوا أن هناك انتخابات حقيقية. هذه الانتخابات القادمة في هذه السنة انتخابات تشكل مؤامرة على العراق جديدة، أو تجديد للمؤامرة، وستثبت الفاسدين. فالحذر الحذر، وخاصة وأن موعدها قد قرب، أقول لمن يعلم بأن هؤلاء فاسدون وأنهم غدروا بالعراق مرارا وكرارا وأنهم لا يؤتمنون على العراق، ليدرب هذا ويحضر في مراكز الاقتراع عندهم، فكأنه حضر في معسكر عمر بن سعد. اطمئنوا من هذا شرعا، والذي ما يدري وعوه، لا يجوز، يحرم الانتخاب بل حضور مراكز الانتخاب. لا يقول أحد أنا أحضر حتى أسقط الورقة، حتى لو راح سقط الورقة هم محضرين غير ورقة جماعة، فيريدون يستفيدون من حضوركم مراكز الانتخابات، يصوروه ويقدموا أمام الناس البسطاء وأمام العالم أنه جرت انتخابات حقيقية، والحال لا توجد انتخابات حقيقية. الحذر الحذر. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم وعنا، لنلتقي في القريب العاجل على أرض الإسلام والسلام على أرض العراق، والله سبحانه وتعالى هو خير الناصرين.